احكي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيته قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته وبشعب وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام على قمر بني هاشم، السلام على زين العباد، السلام على صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام على صاحب المناسبة في هذا اليوم، سيدي ومولاي شبيه النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه علي الأكبر ورحمة الله وبركاته. أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم في هذا اليوم والليلة المباركة وليلة الجمعة كذلك اليوم، ونسأل من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من الطائعين لمحمد وآل محمد والمتقربين بهم إلى الله عز وجل بحق صاحب العصر والزمان. أحبتي المشاهدين، وحلقة أخرى من برنامج أفراح شعبانية، وإن شاء الله كل أيامكم أفراح بمحمد وآل محمد، ولا تحزنون إلا لأجل محمد وآل محمد سلام الله عليهم أجمعين. وكما عودناكم في كل حلقة يكون معنا ضيوف من خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه، فأرحب بهم وأقدم لهم التهاني باسمكم واسمنا. من الميمنة جناب السيد الشاعر الحسيني السيد حبيب الصافي، حياك الله يا سيدنا وسعد الله أيامك إن شاء الله. أسعد الله أيامكم وحياكم الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق الدائم في خدمة أهل البيت عليهم السلام، وهذا الخير الوفير وهذه الكرامة التي أعطانا إياها الله، خدمة سيد الشهداء وخدمة الزهراء وأولاد الزهراء. أسأل الله لنا ولكم الرضا والقبول إن شاء الله جميع إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. أنتقل إلى من هو من أصحاب اليمين، الملة سعد الشمري الرادود الحسيني، وشرفتنا في هذه الليلة، حياك الله وأسعد الله أيامك إن شاء الله. أسعد الله أيامكم وذكرى الولادات الميمونة، وأنا خادم لحضرتكم. الله يحفظك. نسأل الله الثبات على حب محمد وعلى جميعا إن شاء الله تعالى. آمين يا رب. أنا أتشرف أن أكون جالس وحاضر بين اثنين من خدام الإمام الحسين سلام الله عليه، شرف الله أنهم سبقوني بسنين، ما أرد أكبركم هواي، سنين مو سنين طويلة، بالواقع سنين طويلة بس ما يخالف قدام المشاهدين نقول سنين، نشيل إضافة طويلة. نفرح إذا كبرنا في حب الحسين. الله. إي نفرح. الله. إي والله، لأن خدمة الحسين شرف لا حدود له. أعطيني عمرا في خدمة الحسين أتقدم به وأنا أكون مسرورا أمام الله. نسأل الله هذا السرور الدائم لنا ولكم. أذكر رواية للإمام علي سلام الله عليه، هي رواية وقصة في ذات الوقت، أنه أكو شخص أنه الإمام فارق سنين طويلة، هو كان كبير بالعمر وشافه بعد سنين يعني هو شافه، فقال له قد كبرت يعني صرت كبير خلاص هرمت، قال في حبك يا أمير المؤمنين. الله 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 الله، هذا شلون قلت لهم شيء؟ اي في حبك يا علي، في حبك يا حسين ان شاء الله. سلام الله على ابا عبد الله الحسين. السيد هو يمكن اكبر منك بس السيد ما مشي والله، انت مشي بعد ما ادري. الحمد لله انتم الخير والبركه. الله يحفظكم هاي ليله ولاده. الله يحفظكم ونتلاطف وياكم حتى نعيش باجواء الفرح ان شاء الله تعالى. اللهم امين يا رب العالمين. سيدنا الكل خادم حسيني له قصه وسالفه. قصتي مع الحسين عجيبه. شلون بدت والبايه الاولى اللي بديتها ويا الحسين؟ بالحقيقه انا مبدئيا لا انا شاعر ولا والدي شاعر ولا جدي شاعر. خوش. يعني الشعر ما جاك وراثه؟ ابدا ابدا، لا عن وراثه ولا عن اي شيء. جاك عطيه؟ عطية من الحسين سلام الله عليه. شفت نفسي في كل موقف أخدم الحسين، في طبخ، في مشي، في مجلس، في أي شيء أشوفه بنفسي أكو طاقة عندي، أكو شيء أنا ما أعرفه
هذا في زمن مين ما تلتفت تلقى الحسين. يا الحسين سلام الله عليه، والله بليلة ويوم، والزهراء سلام الله على الزهراء. أنا وضعت كل عقائدي وكل قيمي وكل مبادئي مع الزهراء. أمك بعد حطتني الزهراء شيء ما أعرفه، كتبت أول قصيدة أفراح، حتى كانت قصائد بسيطة للزهراء، قد كتبت فرح فعرضتها على أحد الأخوة الشعراء وعلى الناس، قالوا كتابات لطيفة، أنا ما أكتب الشعر يعني، فقالوا لي حلو هذا. عرفت بنفسي أكو فد ملكة شعرية، واضبت عليها والحمد لله والشكر، وهي من عطايا الزهراء سلام الله عليه. فمن خلال هذا الشيء أنا في رؤية يعني بعض القصائد وإلا ربما أعظم ما كتبت إلى الزهراء كانت في رؤية في حلم، يعني كتبتها بالحلم؟ أي بالرؤية بليلة استشهاد الزهراء سلام الله. احنا افراح اليوم ان شاء الله، لكن احنا احزان اهل البيت في قلوبنا، يعني افراحنا بسيطه بقد ما حزن اهل كقصه البيت. نذكرها كقصه عجيبه. انا في الرؤية اكو فد واحد من وكلاء المراجع نايم هالشكل خال ايده ونايم هنا، وهذا واحد شخصيه يمي بس نور ما اشوفه، نور مجرد نور، اعرض على القصائد عليه ويقراهن واتابعه ويشوفني. فواحد وهو وجاي يسمونه يعقوب اسحاق الله يرحمه، هو علي جبار. علي جبار قال لي هذا وكيل المرجع، هذا وكيل المرجع بالحقيقه هو اعمى، لكن بالحلم اشوفه انا مو الله. اي والله العظيم خاليده هالشكل، الله شاهد ورقيب، خاليده هالشكل. قال له ذاك، قال له هذا حبيب ابن سيد كامل طفر هذا. قال لي مولاي سمعنا بروح جدك سمعنا. قلت له انحنى ظهر الامير وخنقته العبره وفزيت. انحنى ظهر الامير وخنقته العبره، ايش كملت؟ فزيت خلال ثلث ساعه، كتبت قصيده من اعظم ما كتبت للزهراء. حجي باسم الله يطول بعمره، حجي باسم الكربلائي، قريت للمستهل رجع، لان هذا يراد لرديف. فكتبت القصيده وكملتها اسمع المعجزه الاخرى. خابرني شيخ مجيد العقيلي من أهالي واسط وكيل السيد الشيرازي، خابرني السلام عليكم أنت سيد حبيب الصافي شعر البيت. قلت هذا يعرفني من خلال القصيدة. قلت له هي بقدمتك. قال لي مولاي شنو علاقتك بالزهراء؟ أنا زعجت من السؤال، يعني أنا أكتب للزهراء وابن الزهراء. قلت له أنت جاي تقول الثلج بارد، هو هذا السؤال؟ أنا ابن الزهراء، أنا خادم الزهراء، أنا شاعر الزهراء، شو سألني؟ قال لا معذرة المولاي، أنا فاتح حاكية وبالبرانة مال السيد الشيرازي، شيخ طالب قاعد يمي وشيخ محمد مهدي الشيرازي يمي، وأنا دا أسولف لهم على قضية شفتها بالرؤية ودا أسولفها إلك. قلت شنو علاقة هذا الرجل بزهراء؟ وهي قضية قال أنا عندي باشر مجلس إلى الزهراء، فأريد أقرأ للزهراء، ما عندي قصيدة. كنت باوعت لقيت ديوان السيد عبد الحسين الشرع، قلت خل أفتحه، هاي قصيدة أخذها منها وقرأها باشر. قلت فتحت الكتاب فارغ، لقيت بالنص خادم الزهراء سيد حبيب الصافي. اللهم صل على النبي. الله شاهد. انا قال لي بعد موقف عجيب. فكتبت هاي القصيده وقراها حجي باسم، وكانت من روائع ما كتبنا من توفيق الله. فتحبون اقراها او تحبون نباشر بها دمعه حزن ودمعه؟ احنا نخليها الاحزان، نخليها الوقت الثاني ان شاء الله نسمعها منك، لان انا انت بس سولفت انا قلبي انعصر. اي لا هي مذكوره على وقلت مستهل وبيت واحد تتحمل المسؤوليه؟ ما يخرب الدمع. إيه راح نروح كل الحلقه دمع بس بيت واحد. سيد سيدنا تفضل. بيت واحد زين. انا شو اخلي رديف للقصيده؟ قلت انحنى ظهر الامير، اخذت الامام علي ماخذ الزهراء يدفنها. انحنى ظهر الامير وخنقته العبره، وعينه من الدمع طاحت على الزهرة، حضن صدر النبوة وروح تحمل روح، قاصد للدفن ما أخذ سفينة نوح، يودعها بألم والقلب منه ينوح، يا مصعب محنته وحالته وصبره. ويلي يا عيني. ما أريد نطيل بالقصيدة لأن بها دمعة. ويلي يا عيني. نسأل الله لنا ولكم الرضا إن شاء الله والقبول. وهذه من كلامات أهل البيت سلام الله والصديق الطاهر الكبرى سلام الله عليها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب. احسنت سيدنا. احسن الله لنا ولكم. بدايتك كانت فاطميه.
بدايات فاطمية حسينية خالصة ومخلصة كلهم نور واحد إن شاء الله. أحسنت سيد نسيب، أحسن الله لنا ولكم إن شاء الله. أروح الملا سعد الشمري والحلقة الثانية اللي يكون بها ضيفنا، سابقا كنت ضيفنا وشرفتنا في برنامج خيمة الحسين سلام الله عليه، وكان في استوديو قناة المهدي مكتب كربلاء، واليوم كذلك في استوديو قناة المهدي مكتب كربلاء المقدسة، شرفتنا الحقيقة. يا ملا سعد، نفس السؤال أنقل الملا سعد وقل له يا ملا سعد شلون بديت ويا الحسين؟ يا أبا عبد الله، بدايتي كانت سبحان الله، احنا ليلة العاشر كنا نتوجه الى منطقة المشخاط النجف الاشرق، كان احد الشعراء يكتب لي قصيدة بالاوراق العادية وانا صفتهم خليها بجيبي للسيدة زينب سلام الله سلام الله عليها. زينب تنادي وتشكل الهادي، هذا مطلعها مستهلها، فالقصيدة ضامها بجيبي. من نطلع الروح أنا ما يعرفون بي أقرأ، بس أنا أقرب بيني وبين نفسي، وحدي أحب أختلي. فهذه نسميها ندندن. ندندن هذه الليلة اللي رحنا بيها كان يعني مهرجان بالمشخاط. بالمشخاط المنطقة مفتوحة، فأحد الرواديد قدموه صاحه واسمه ما موجود، يعني بصفي الشاعر يعني واقف قريب على المنصة، كانت منصة، قال لي ملا راح نصعدك تقرأ هاي القصيدة بجيبك تدندن بها. ماني ما تردد سبحان الله، قلت له يلا يلا. قدموني صعد بوعيت ما شاء الله، يعني جمهور وأول مرة. السلام عليك يا أبا عبد الله، قريت القصيدة سبحان الله. أنا قبل ما أقرأ القصيدة وقبل ما نطلع تتوجه سياراتنا للمشخاب، أنا هاي أحب أذكرها وأحب ما أذكرها حتى نتعلم بيه، بس أذكرها. أنا كنت نايم، صار وانت الظهر أنا نايم، هاي القصيدة هي بالذات أنا نايم الظهرية، خلي إيدي ونايم. والله يعني شلون السيد هسه سبحان الله لكل خادم قصة مع الإمام الحسين. نعم. حسيت فد امرأة ما أعرف، بس خيال بياض، كأنه أسمعها بين قاعد بين نايم تقول لي اقرأ هاي القصيدة. زينب تنادي وتشكل الهادي، يا جدي كم مصاب عشت ويا الأحبار، هذا مستهلها. والقصيدة موجودة عندي لحد الآن، ونفس الخط ونفس هذا ونظامه محتفظ بها. من شاعرها ما تذكر؟ شاعرها ولد صديقي أبو هاشم من أهالي المسيب. الله شاب ولد شاب، الله يحفظه ويطول عمره. نرجع لك ملا سعد خادم إن شاء الله، لكن بعد أن نعيش للسيد أيام ولادات. أي أيام ولادات تخوفتني بالبداية، قلت راح نبدي وهي تروح حق. بعد من السكان من يروح من ايدك بعد؟ لا إن شاء الله ما ترد إن شاء الله. لا من تروح للدمعة؟ للدمعة ما تقدر ترجع، صعبة بعد تخلصها دمعة. زهراء بعد قصة الدمعة سيدنا. اي حبيبي، عندك قصيدة مسولف فيها ويا الحسين؟ هو كل كلامي همساتي إلى الحسين سلام الله عليه بعيدا أو قريبا، وحقيقة أنا أتمسك بكلمات حلوة أنا أحس بيها من عقائد نفسية ذاتية، أنا هذه عقيدتي، أنا قرأتها أكثر من مرة وفي أكثر من محمل، لكن إذا تسألني أسولفها ويا أقول له هذا واقع حالي، يعني أنا في حياتي ما رحت للحسين سلام الله عليه على حاجة، ما أريد حاجة من عنده، هو يعرف الحسين سلام الله عليه. فوقفت قباله، وهذه اللي أحكيها ولربما نقاريها أكثر من مرة، لكن أسمعك إياها كعقائد مني. كل إنسان يروح للحسين بطلب حاجة، لو مريض لو حاجة، أنا ما أريد ذني من الحسين. شاش تريد؟ أريد هذا اللي قلت له، يا طالب الحاجة يجي لك يا حسين،
والمريض يريد لجروح الدواء وأنا لا أريد أن دواء ولا حاجة أريد أنا بس خليني أشتمك هواء. يا حسن الله أنا بس خليني أشتمك هواء ويمن شميت عطرك ويهوى الليل وشنت لمسك مولاي بيدي لا وأكثر أحسك مقترب حيل أحسك هيك أقرب من وريدي. الله والله هذا شعوري والحسين يعلم. أنا كل ليلة أوقف يم الحسين وأكثر الأيام أقيم بيت مباشر لزوار وأحباب الحسين سلام الله عليه أكون حلقة ما بين الناس والسلام على المصوم. هذا يعني من اختصاصي بهيك شيء تلقائيا إلى الله مع الحسين لا أجر ولا شيء وأجري على الله والحسين. فانطباع الإنسان لما يكون معتقد بالحسين الحسين عالم آخر يعني أنا أنظر للحسين غير شكل يعني حياتي وياه وطبعه وياه ومعطيات بس هذا المسولفة ويا الحسين أيه. قصيدة كاملة هواي قصائد بس اللي أذكره هذا اللي ذكرته حاليا وأقرأ شيء بسيط من باب العقائد اللي قلت لك للحسين سلام الله عليه سلام الله عليه. خليك سيدنا أيه. أنا أروح تفضل الملا سعد إن شاء الله حتى نرجع لك تتناومون إن شاء الله خادم ملا سعد بعد روح قصيدة تسولف بها ويا الحسين شو تسولف يا الله. من جمال وجوهكم صاغ الجمال من جمال وجوهكم صاغ الجمال وانتو للكون انخلقت سياده ومن مشيئة قدرته بشعبان اكيد خصكم البار وصبحتوا القادة ثالث ايام الشهر هل الحسين نعم سلام الله عليك ثالث ايام الشهر هل الحسين وفتح هذا الشهر باب عياده قرة عيون النبي وبيت الرسول ثاني ريحانا ولد بولاده الكون كله استبشر بيوم الحسين يا حسين يا حسين وشايل بكفه شمع ميلاده الله من قد ما يحبك يا حسين رحمة خلاك وشفيع عباده وبعد ومن كثر خاطرك عند عزيز خلق عباسك وهو الرادة لأن يدرب كربلة تريد العضيد مراد عند الله ونطاك مرادة يعني باب الله انت بلا شكوك يعني باب الله انت بلا شكوك والدليل اختارك من السادة وخمسة شعبان اكتمل يوم اللقاء اتنور الدين بوجه سجادة وهدعش شعبان الأكبر نور لاح ضحك ثغر حسين من ميلاده والختام بجية المهدي الهمام يا صاحب الزمان يا صاحب اتنومس الدين بشعاع أمجاده ببريد العشق قلبي ساعي يحسين يحسين ببريد القلب ساعي العشق قلبي ساعي يحسين ويظل جدم خدمتك ساعي يا حسين لون من عمري ظلت ساعي ساعي
يا حسين أخذ منك أخذ منك يا بن حميل حمية صلوات حسين. اللهم صل على محمد. الموال للشاعر مهند الحسناوي الكربلائي والبيت أبو ذية لخادم الحسين السيد علي الموسوي. الله يحفظك. حتى لا نبخس حق الشعراء طبعا. الله يحفظكم سيدنا. نرجع لك أنا خادم ونسمع قصيدتك اللي تسولف فيها للحسين، أو قصيدة للحسين. للحسين مخصوصة بالعهد، يعني أقول هاك العهد هاك يا حسين وياك، يا لخدمتك تاج وشرف مولاي الحسين. متعلمين من الصبه نتنفسك مثل الهوى، شفناك بالظلمة وعلي يا حسين أحلى من الضوء. والأم إذا طاح الإبن، هذا إحنا وإحنا صغار، شفناك بالظلمة وعلي يا حسين أحلى من الضوء. والأم إذا طاح الإبن تمرض ولا قام وقوة، بالتربة تمسح على الولد والتربة والله الدوة. الله بلسم للجروح يساكن الروح، يلتجر بينا ويدم مولاي الحسين. من حسن حظنا سيدي شرفنا بالخدمة إلك، وينجي الذي بدربك مشى والخالفك والله إلك. أنت الحقيقة الواضحة يتشرف في خدمك ملك، محور الكون بحضرتك مركز توازن للفلك. يا المرقدك صار قبلة وللأحرار، كل النجاة بحضرتك مولاي الحسين. يا جمرة تلهب باليلوب، يا دمعة ما تنشف أبد، يا القدمت كل شي فدى حتى الرضيع بالمهد. جرحك مثل قطع النفس وقطع النفس ما لضمد، لمصيبتك يبكي الصخر حتى الحجر قلب المرد. يا عبرة وحزان وبكل الأزمان، ميتم إلك وسط اليلوب مولاي الحسين. اي انا عبر هذا اللي به هنا شويه حزن. اي وهذا نكتفي بقلقك ان شاء الله. احسنت. الله يحفظك. دام هذا القلم ان شاء الله بخدمه الحسين دائما. تقول هنا انا اقرا شيء بسيط للحسين. انا طالب من الحسين ان ينظر لنا هذه النظره ان شاء الله. يا ان شاء الله. علي كمك الزهره يا ابو السجاد نظره، كل هاي الخدم هاي صدلها يا مولاي علي كمك الزهرة. يا سر الإله ورحمته ودينه، مثل شم الهوى وياك تدرينه. يا ابن الزهرة يا الساكن نبض بينا، بدفتر خدمتك مولاي خلينا. وعلي اليوم القيامة منعوف الخدامة، نصيحة حسين رجواي صدلها يا مولاي علي كمك الزهرة. الله عليكم وكزه صدلها يا مولاي ان شاء الله يصد لنا دنيا. اللهم امين واحنا أيوه. متيقنين بذلك يا رب بحق هو الحسين. سلام الله على الحسين. ملا سعد حبيبي انا ريت تطب راسا ويا شو اسمه بس انتظرتك يعني. لا انا يا ريت تدخل جو الافراح يعني. اي نعيش جو الافراح. ادخل. اي يا مالك احساسي يا معطر انفاسي، يا مالك احساسي يا معطر انفاسي، يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله. ضايع وجيلك من اعتني لك، ضايع وجيلك من اعتني لك، رايد قليلك يا نور العيون، رايد قليلك يا نور العيون. بكل النواحي حبك سلاحي، بكل النواحي حبك سلاحي، ليلي وصباحي بك أنا مفتون، ليلي وصباحي بك أنا مفتون. يمك نجاتي
موتي وحياتي يمك نجاتي، موتي وحياتي حبك يا غاتي يحيي ليموتون، حبك يا غاتي يحيي ليموتون. يا فرحتي ونوحي حبك دوا جروحي، يا فرحتي ونوحي حبك دوا جروحي. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. قلبي بغرامه صار التزامه، وأهل الملامة ما غيروني، وأهل الملامة ما غيروني. يم طيب الذات يا أجمل أبيات، يم طيب الذات يا أجمل أبيات. وبكل الأوقات يمك لقوني، وبكل الأوقات يمك لقوني. اي والله يا هواي محتاجك هواي، بس انت مولاي تارس عيوني، بس انت مولاي تارس عيوني. يا اول وتالي يا اغلك الغالي، يا اول وتالي يا اغلك الغالي. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. سلام على الحسين. جاوب للإمام صاحب الولادة الميمونة الإمام علي الأكبر سلام الله عليه. تفضل. يقول ساحر الدنيا بجماله. المشكلة إحنا تحضيراته شوية بها ساحر الدنيا بجماله، الشمس خجلت من خياله، كالقمر وجنته وخده صورة يتمثل بجده. الله. كل عبارات الحسن ما توصفه، البدر من حسنه على وجناته غفه، علي الأكبر بيش دومك تعرفه، أشبه الناس بنبينا المصطفى. الله. حير الناس بخصاله، لؤلؤه ونوره تلاله، وصفه وقال لي صده صوره يتمثل بجده. الطول غصن البان وجفوفه ورد، وصدت عيونه تلاوات الحمد، علي الاكبر بيعشى وصفه ويلحمد، هو بس اسمع علامات المجد. الله. هو بس اسمع علامات المجد. واثق الخطوه بفعاله، شوكه بعيون الضلاله، حده مثل السيف حده صورة يتمثل بجده. عاشر محرم طبق أرضه وسماء، يرعب الميدان من صلصارمة، هذا شبل حسين زهرة فاطمة، غيرة أمواج بحر متلاطمة، ألف ما صده وقتاله، راعب الحومة فعالة، راعب الحومة فعالة، بختر الهاشم بوحده صورة يتمثل بجده. صورة يتمثل بجد، تبختر الهاشم فحدة صورة يتمثل بجد. أقرأ للإمام مهدي أو خلي جاوبك. جاوبي حبيبي. ورد البساتين ومعطر الدين، ورد البساتين ومعطر الدين، القلب يسحر الله مولد الأكبر، القلب يسحر الله مولد الأكبر. يوم 11 من العرش بين ضياء، يوم 11 من العرش بين ضياء، وجه البدر ليلة قدر نور سمانه، وجه البدر ليلة قدر نور سمانه. شعل الولي الأكبر علي، شعل الولي الأكبر علي، واختم وفانه، نال العلا وبكربلة أرخص دماءه، نال العلا وبكربلة أرخص دماءه. بقرة العين مولانا الحسين، بقرة العين مولانا الحسين، القلب يسحر الله مولد الأكبر، القلب يسحر
مولد الأكبر لقلبي يسحر مولد الأكبر الله ورد البساتين ومعطر الدين ورد البساتين ومعطر الدين درونا ثر موج وبحر وكنوزة بالساس وكنوزة بالساس شبه النبي وبمطلبي بالطيبة نبراس بالطيبة نبراس شبل الأسد والعود أسد تاجع لك الراس تاجع لك الراس كالعاصفة نال الوفا من عم عباس من عم عباس من عم عباس بدمان شارين عيد الميامين بدمان شارين عيد الميامين لقلبي يسحر مولد الأكبر لقلبي يسحر مولد الأكبر خبر عاجل إجانا وأجمل بشارة خبر عاجل إجانا وأجمل بشارة علي الأكبر يشيع انتشرت أنواره شمس الله بجمال اليوم محتارة وشعت بنوار المعمورة شعت بنوار المعمورة شعت بنوار معمورة شبيه المصطفى هالليلة ميلاده القمر خجلان منه وبدا استعداده فرحان العوالم بجيته ولساده وتهني حسين بميلاده وتهني حسين بميلاده وتهني حسين بميلاده وتهني وتهني حسين بميلاده صح الليل القصيده للشاعر سيد علي الموسوي والهوسات لخادم الحسين الشاعر رعد الشريخي والنعم من تحياتنا لهم خدمة الله يحفظك يا بعد روح كل المجالس والأماكن سيدنا ملح أي حال أبو فاضل بخيرك يا أبو فاضل سلام الله عليك يعني إذا تخلص حلقة ذكر أهل البيت ما بيها أبو فاضل تحس بيها طبعا طاردة خوش واحد بس ما نقدر ما اريد ويا الحراره يما ابو فاضل تحس اكو شيء مفقود بالتعبير سلام الله عليك يا اكو شيء مفقود بالضمن ابو فاضل سلام الله عليك مرتبط بكل حياتنا احنا في كل مواقف ابو الفضل موجود هذا الموضوع هذا بعد زينب سلام الله عليها تمتدح الامام ابو الفضل العباس عليه السلام سلام الله عليه وهو يمتدح زينب وانظر الى كيف هؤلاء التي ألسنتهم من الله بأي كلام أنا كشاعر أنقل هذه الصورة علي أن أتيقن أنني لا أخطأ في عباراتي جيد هذا من الأدب الحسيني تقول له يا هو مثل مروتك ماكو مروة مثل مروة العباس تقول له يا هو مثل مروتك والعجب من خوتك شهد اسمك من نقولة ولايق عليك الرجولة والعجب من قوتك أنا هيك بهيبة قولا بي شخصك متصل لأن من حيدر أبونا دمنا يجري من الأصل شجرة النوماس أنت وعالخدر فيك يظل شلون ما يرتفع راس بخوتك يا أبا الفضيل الله والله شيم بهيبتك والله حر الجابتك وباسمك نسمي البطولة ولايق عليك الرجولة والعجب من قوتك زينب شو تقول تقول أني موش يا زينب أنا وهذا وضع بهالصور وتعرفني الناس أني موش يا زينب أنا وهذا وضع بهالصور أنا شي عباس أخوي وأختلف عن كل بشر هو خدري وهو عمري وهو لعيون النظر لو رفعت الهام حقي أنا بس اختل يمر يا حلاتي حشايتك اسمي لو مر شفتك بي ترجع للطفولة ولايق عليك الرجولة هو شي يقول لها العباس سلام الله عليه يقولها أنا يا زينب يا عيني شرد أسولف لش بعد
أنا من نصباي ذكرك أنت أم وأنا الولد يا حنينة وبيش أوصفك شكبر من الأم بعد لو الله. سمعت بعهدتك صوت زينب نادتك الصعب لأجلك أطوله هي تقول له لايق عليك الرجولة والعجب من خوتك يا أبا الفصنت سلام الله عليكم إن شاء الله السيدة الزهراء سلام الله تقول للسيدة زينب سلام الله عليها تقول لها عفت لبوة وأميرة خيالها الجود عفت لبوة وأميرة خيالها الجود يلبيها وقبل طارفها ميعود الله يلبيها وقبل طارفها ميعود وعلى عرش السبأ يتعلى ويزود الله. يا آصف يلحقه وعنده لزنود الله 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 يا آصف يلحقه وعنده لزنود إن ولد لم الوفا مولود ما منه أهوصله لأبو فاضل كفو كفو إن ولد لم الوفا مولود ما منه وكذب مثله بعد نسوان جابن قمر عباس حتى هناك بالجنة هاو الجنة تبوس من جفوفه والجنة تبوس من جفوفه والجنة تبوس من جفوفه والجنة تبوس تتشرف الجنة تبوس شف عباس نعم تتشرف الجنة تبوس شف عباس بيها الوفا ومعنى الوفا الما ينقاس بس بقمر هاشم صاحب النوماس وهنيال الجنة من تبوسه هنيال الجنة من تبوسه هنيال الجنة من تبوسه هنيال الجنة من تبوسه هنيال الجنة أم الوفا الباري كافل انطاها يا أم البنين يا أم البنين الطاهرة أم الوفا الباري كافل انطاها دجداشت الغيرة ولا يقوياها ذبها على العساكر يوم لاقاها والغيرة تهوس خلاها والغيرة تهوس خلاها والغيرة تهوس خلاها والغيرة إذا إنسان عادي تخدمه مخلوقات نعم إذا إنسان عادي تخلقه تخدمه مخلوقات والله بخدمته أنزل آيات كيف وابو فاضل قاضي الحاجات وينطيه البارش ما راد ينطيه البارش ما راد ينطيه البارش هل هو سهل هو اسمح اسمح اثنين اقمار بيهم رفعه الراس اثنين اقمار بيهم رفعه الراس واحد بالسماء والثاني عباس واحد حمل نور وواحد إحساس والأول خادم للثاني والأول خادم للثاني والأول خادم للثاني والأول خادم للثاني صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نروح للختام يا أبو صالح الختام لوعة لن يم أبو صالح حقيقة لوعة بسبب واقعنا المأساوي لنعيشه لنشوف ما إلى حل غير أبو صالح يا صاحب الزمان تندق باب صاحب الزمان سلام الله على الحجر وانتظر عجل قبل لا أختم للإمام عجل الله فرجه فأنا هذا الوضع اللي حكيته أنت قلت له للإمام الحسين سلام الله عليه في عبارة بسيطة قلت لعينك خل تصد مولاي لينا غرقنا وانت يا حسين السفينة خلصنا يا محبوب والله واي الذنوب غرقنا وانت يا حسين السفينة فمنقذنا الحسين سلام الله عليه أقرأ للإمام المهدي ما شاء الله تكون خاتمة بعين الضمير الجاك مصحف ورتل بيك وانطر فرج ملقاك يا الغايب امتانيك بين الرمش والعين ساكر يا بحر الجود وارجب لهي بالشوق يا المهدي ليلة تعود بعبر الدليل ينوح يمت الدليل يهود من حسرته وبلواه يشكي لك يحاكيك سنين العمر مرات بعدك أمر منهن
لوعات والحسرات يا المهد تعرفهن ذاب الغصن دنياي وعيوني ذبلهن يمت القلب والروح يا سيدي تلاقيك يمت القلب والروح يا سيدي تلاقيك ضاق الصدر بهموم زاد الحزن بينه ومثل الجمر والنار ساعاته وسنينه ما إن يا مولاي غيرك يا مهدينا شوقي بنهار وليلي المنقذ يناديك اي والله مني المهد والعين لهفاله لطيوفك وارسم جمال البيك بعيون وشوفك من معتقد من دين ناطر فلا عوفك اظهر يا بحر الجود من البعد كافيك يا الغالي بيك الروح ذابت معانيها عشاق لك مولاي هالشيعة تدريها دنيانا ظلم سنين شايمت تمليها قصة وعدل مولاي يا سيد امتانيك قصة وعدل مولاي يا سيد امتانيك إن شاء الله الفرج اللهم لك الفرج اللهم الفرج يا الله شو تسولف يا صاحب الزمان يا موعود ربنا البنصر موعود يا موعود ربنا البن نصر موعود يا هلال الامل والعاشقين طري يا اخر ولي من اولياء الله 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 يا آخر ولي من أولياء الله أقصد يا بقية فاطمة الزهرة ملهوفين لك يا يوسف أهل البيت خل طيفك يمر بينه ولو مرة اللي يعطش مو شرط يا ابن الحسن للماي مرات العطش للشوفة والنظرة يل اسمك اسم أشرف اللي يعطش مو شرط يا ابن الحسن للماي مرات العطش للشوفة والنظرة يل اسمك اسم أشرف بشر بالكون وحبكم مفترض على العالم بأسرة لذلك من ذكرى عدنا واجب صار نصلي على النبي المختار والعترة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وهليت وهليت بسمان هلال تضوينه وهليت ونثرت دموع للفرحة وهليت يا غالي مرحبت باسمك وهليت بكل الحضار هايل مسية وبالفرح بالفرح نادينا نادينا ربي عجل فرج مهدينا بالفرح بالفرح نادينا نادينا ربي عجل فرج مهدينا مهدي كل الهلا وميت هلا مهدي يا مهدي ميلادك بعين حلا مهدي يا مهدي ايه كل الهلا وميت هلا مهدي يا مهدي ميلادك بعين حلا مهدي يا مهدي ايه يا قمر طول الزمان يلالي يا مهدي
يا نبر عين ونبر دلالي يا مهدي يا قمر طول الزمان لالي يا مهدي يا نبر عين ونبر دلالي يا مهدي يا هلا ومية هلا بالغالي اي والله يا هلا ومية هلا بالغالي يلي غيرك كل شي ما يحلالي يا مهدي يلي غيرك كل شي ما يحلالي يا مهدي بقلبي وبعيني نورك واضح يا هلا بيك هلا يا ابو صالح كما تنادي كربلاء مهدي يا مهدي ميلادك بعين حلا مهدي يا مهدي قامت تنادي كربلاء مهدي يا مهدي قامت تنادي كربلاء مهدي يا مهدي ميلادك بعين حلا مهدي يا مهدي انت عمري وانت كل ما عندي يا مهدي انت عمري وانت كل ما عندي يا مهدي هي بانتظارك والدموع بخدي يا مهدي خادم الحسين الشاعر كرار حسين الكربلاء احسنتما انت عمري وانت كل ما عندي يا مهدي هي بانتظارك والدموع بخدي يا مهدي علي وياك علي يا مهدي, مهدي علي وياك علي يا مهدي يمتى صولت حسامك تبدي يا مهدي يمتى يا روح الهادي يلي ثار الحسين تنادي يا مهدي يا مهدي يا مهدي طيب الله انفاسك طبعا للمعلومة من بدينا البرنامج من أول حلقة اليوم الحلقة التاسعة إلى اليوم أبو كميل كرار حسين الكربلائي كان حاضر معنا في كل حلقة ماكو راجل قرأ في هذا المكان المخصص إذا ما ذكر كرار حسين الكربلائي تحياتنا لك أبو كميل يستاهل أبو كميل طيب حاضر معنا في كل الحلقات إن شاء الله هذا إن دل فيدل على توفيقك أيها الطيب وأيها الخادم المخلص كرار حسين الكربلائي الله يحفظك هي نعمة وخير وبركة هذا ورزق من الحسين شرف لا حدود له أي. واليوم أنتم شرفتونا يا أخي الشرف يا بعد روحي أنه استفادينا منكم من هالشيء المبارك الله والدي هالعمر والسادة الخير وبركة الله يبارك فيك الله يحفظك الله يحفظكم إن شاء الله يطول يا إبراهيم وأنت مخلص وطيب الله يحفظك سيد أتشرف بيك ومعرفتنا سابقة بيك وأنت على خلق حسن الله يحفظك ومن أحباب الحسين وأنت مخلص على الحسين الله يخليني أتحسن الله لك الدوام على ذلك يا رب اللهم آمين يا رب العالمين أخو صديق أو عزيز جدا الله يحفظك سيدي شرفتنا الله يحفظك يا حبيبي الله يحفظك الله يحفظك إن شاء الله دوما نلتقي في مجالس اللهم آمين بحق الحسين وبذكر الحسين يا حسين ملا سعد الشمالي تاج راسي بعد إن شاء الله دوما وأبدا نلتقي على حب الحسين شرف شرفتنا اليوم اللي الشرف يا بعد روحي يا تاج راسي الله أنا أريد أوجه كلمة شكر لإخواننا العاملين خلف الكواليس أيه. المخرج والمصورين وذولا مبدعين حقيقة في حب الحسين ذولا خارج يعني الأنظار لكنهم صح. أبطال وهنيئا لهم خدمتهم حقيقة أوجه لهم شكر جزيل الشكر خلي أذكركم بالأسماء بالأسماء أيوة. خلي أعددكم اليوم الحلقة بدخلص منها شكرا جزيلا للأخ حيدر قردل شكرا جزيلا للأخ علي حيدر شكرا الله. جزيلا للسيد مصطفى البلوشي شكرا جزيلا للأخ عبد الرحمن البديري شكرا جزيلا للأخ مروان تكليف كل الشكر والتقدير الأبونا مدير مكتب كربلاء السيد فاضل البلوشي الله. إن شاء الله كل الشكر والتقدير للأخوة الأعزاء على السوشيال ميديا الأخ مهدي إن شاء الله تحياتنا إله وكل الأخوة في الكادر هناك إن شاء الله تعالى بحق محمد وآل محمد كل الشكر والتقدير إلى مؤسسي القناة وإدارتها إن شاء الله التوفيق يا رب للجميع بحق محمد وآل محمد شكرا جزيلا شكرا للضيوف الأعزاء اللي يشرفونا في حلقة هذه الليلة إن شاء الله دوما وأبدا على مائدة صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء شكرا للأحبة المشاهدين اللي كانوا يعني من خلال هذا البث المباشر لبرنامج أفراح شعبانية الذي يأتيكم
في كل يوم إلى ليلة النصف من شعبان إن شاء الله، إلى يوم النصف من شعبان إن شاء الله تعالى، بحق محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، بحق محمد وآل محمد. إلى حلقة يوم غد، نلتقيكم أحبة المشاهدين في أمان الله وحفظه. زين بالسم هلال خط الفرحة مرسال، مولد خمسة أبطال مولد كربلائي. زين بالسم هلال خط الفرحة مرسال، مولد خمسة أبطال مولد كربلائي. يا قلبي طاير من ضلوعي، أسرع من دموعي يحكي عن موضوعي. لحسيني من صدق حبيته، قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته.